السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. والسلام عليكم، قلت السلام عليكم الحين والله. انزين انزين مش مشكلة يعني، قولوا مرة ثانية السلام عليكم. والله حد العرب على كل دقيقة السلام، هو ان كثر السلام يقل المعرفة. منو قال هالمعلومة؟ لا تقل المعرفة ولا شيء. السلام زين، والابتسامة زينة، والتحية زينة، والكلام الطيب زين، وكل شيء زين، وكل عند الله زين. انزين اخباري طيبه وعلومي زينه، اتريى بيني ضيف من دبي، دم ولحم وصاحب وصديق ونسيب، كلها متجمع في انا واحد. هذا اولا. وصلاح يتريح حين هناك في الخيمه، وسيرتي ان شاء الله بتكون ليوة. اول والجماعه اللي بيايين من لندن جايين الساعه 11 ونص تقريبا بيوصلون، و بنربيكم المنتج اللي ميوب من لندن، وبنخبركم شو تفاصيله ومتى نزل وكيفية الطلب وشو علومه وشو أخباره. ياي من آخر الدنيا، من دار لين دير لين تشنتي العاصمة الحبيبة أبوظبي الغالية، إماراتنا الغالية، كل شيء زين يبون له السمعة الطيبة يا أبوي. الإمارات البداية، الغرس، البذرة بذر في هالبلاد الطيبة. ليش؟ الأرض زينة، يوم المنبت زين، الأرض طيبة، يظهر كل شيء طيب فيها. فلذلك تلقط هل أي إنسان يقول لك تسمع أن هذا من دولة الإمارات، خاطرك يبشله. تلقط إنسان بشوش، إنسان مرحباني، إنسان طيب، إنسان خير، كريم أي ودي، راعي شيمة، راعي معاني، راعي أصول، راعي مذهب. شو السبب؟ تربة زينة، شيء غني غنيها الأول. أظن إبراهيم حبيب، زرعت الطيب في بعض الأراضي ولا ظنيت في ذا الزرع بخسر، زرع اللي زرعته ما نفعني أنا أسقيه وهو عمال يصغر. الأرض هي الطيبة، يوم الأرض طيبة يجون أهلها طيبين، يوم الأرض طيبة يجون أهلها طيبين. فلذلك الحمد لله مستحيل تلقط حد من هالبلاد الطيبة أو ينتمي لها ما يكون فنان وطيب وخير وكريم ويودي. حتى اللي يجون من البلاد ما في أصلهم طيب، يطيبون من يوصلون هالأرض. الطيب معانيهم، الطيب رمستهم، الطيب أخلاقهم من يخالطون الإماراتيين. يلا بركم هاي الحرمة اللي مكمل يوم، الله يحفظها الأخصائية اللي راسم تني، والله يبكم ظهرتني أزيق العقل. كل حد من العيال لي وشاف صورتي قال بابا أبوي هاي أبوكم روع، هذا ما بنته. قلت يا أبوي هذا أنا، إلا أنت النظرة بعين المحب غير، ولا هذا أبوي، هذا سيفه وهذا خلاجينه، وين بيبون؟ هذا هو خلاص وقف الزين، الزين يم بس خلاص دهر هو الزين. خلاص كل إنسان يأخذ زمانه على ما قالوا. دراني والله بس عليك، تبى تاخذ وطرك وطر غيرك؟ نعم باخذ وطري وطر غيري وطر العالم كلهم، بأدبهم اللي أدب. ليش يعني ما باخذ وطري وطر غيري؟ باخذ الانسان ابوي اللي يومهم ما يبون وطرهم، انا ابا وانا بشاركهم فيه، وباخذ حتى انا بمرطه. نعم اللي هم بعايبتهم الدنيا ولا يبونها يخلونها نحن نباها. نحن ابوي نبى الدنيا ونبى الاخره ونبى الطيب ونبى الاوادم. ومدام ابوي رويلاتنا تشلنا وتودينا وتيبنا، لا والله بنسيع وبني وبنفري عن خطرنا، وبغدي شرات الطير كل يوم على سعته، كل يوم على سعته، ما بقر ولا بخلي لا دار ولا ديرة. نعم القلب خضر والحيوية موجودة والنشاط موجود، واللهم لك الحمد. العلاقات وين ما سير طيبة ويا الناس كلها، الذكور والإناث من شرق الأرض ومغربها حتى في آخر الدنيا يتريونها. بالنسبة بتبكم في ليوة إن شاء الله، إن شاء الله بصلي المغرب في الفندق، أو أني ببدل وبتلبس قبل المغرب وبصلي المغرب إن شاء الله في
في مقر المهرجان مال الرطب. اذا الله جعلنا من الحين اقول لكم شوفوا هاي بصرتنا الحين، هل اللي عاد ما شافوها من قبل، هذا رداد نحن نشغله على ما تشوفون يبين ان شاء الله عاد، هذا رداد نشغله من فوق، شفتوا هاي الخبيجات اللي فوق منها يظهر ابوي الرداد، يوم يعد الضحى العالي شغلناه ونص النهار والساعة 3 والساعة 5 تقريبا 4 وديات في اليوم، شغله خفيف لمدة 5 دقائق تتخرس النار وتيها شوية ترطوبة تبرد على الشيرات يخف عنهن الواهي، خف عنهن الواهي مساكين ايش بيسوون. بشيركم خراف خراف شامبيه أخير عن البارحة، اليوم خرافه أخير الحمد لله، كله مجور وكله نوصف الحمد لله رب العالمين. اليوم الحمد لله الخراف خراف رقم 1 الحمد لله رب العالمين. شيركم زين فنان، ها هذا مخبرين نحن قايلين له الحمد لله صاب الهدف، وهذا بعد مغير شيء خوب شيء خوب وشيء خراب، ايش بنسوي عادم يا شامبي مره بنصبر عنه. صلاح منو هالريال؟ صلاح منو هالريال؟ من دبي عاد، منو ما تعرف شو اسمه؟ ما عليك هذا كيف ما تعرف صلاح؟ ما عليك هذا ما عليك وين انت وين سرت؟ صلاح هذا منو؟ ما عليك بليز منو شو اسمه؟ ما يعقوب؟ شو الحين يوم غششتك؟ شو بتسوي؟ تحملت ايه يا ريال الشارجة والشارجة ذي الأول لازم تخطف دبي، لازم بتخطف دبي أول بس عندهم؟ بس يعني معناته الكلام مشكوك مش أكيد. Good morning دواركا Look at me. Thank you. How are you? I'm good enough. You didn't give me a song from 1 year. No, I'm not prepared. Huh? No, I'm not prepared. You are not prepared? Yeah, I'm not preparing myself to sing. Why? Next time. Yeah. مبروك. ها صلاح تعرف هذا منو؟ ها من دبي فيصل الشعفار. شلحان. حبيبي انا عارف انك في البيت، علي دبي ما عارف في البيت. مبروك مبروك بوديك البيت بخلي خالد يعطيك العنوان. زين شو رايك انت في العروس؟ العروس زينه ها؟ مبروك العروس مبروك العروس. ما يلومي هذا ما بين شاف البارح ما شاف العروس، ترى كل الناس شافوها. ما يعرف الكلام. يقول لك ما تعرف تتكلم العروس. ها؟ أشار وطبخ شو خليت؟ عليك الله يكرم. الله يحفظك يا فيصل حبيبي. خير لا خليك. روسيا ما شاء الله عليك. نعم في موسكو. نعم. موسكو برد؟ والله جو جميل في الليل 16 البارحة. لا إله إلا الله. إيه والله جو وايد حلو وايد حلو. إيه زين زين الله ينسكم. لا لا إن شاء الله بسير لندن تاريخ 13 8 اليوم بسير ليوة. ليوة اليوم الله يوم رطب اليوم. إيه إيه المهرجان. المهرجان. سرت وحين برد مرة ثانية. خيخ خيخ. صلاح قبض لي خيخ وخيخ. خيخ. الله يستر أمورك لا خليت منك. في دعاء الرحمن الله يحفظك. هذا 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 صلاح 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 حبيبي لحظة ممكن؟ زين يعقوب يعقوب
ابو يوسف صلاح ايش قبعه ما تريد؟ مو زين انزين منو يعقوب اهلي؟ يعقوب اهلي فنان اماراتي نعم في التصوير نعم ويقول لك اليوم هذا الكتاب عباره عن هذا الكتاب يا طويل العمر خلاصه مجهود سنين وثقت فيه صور تقريبا جميع المهرجانات في الدوله مهرجانات تراثيه المسابقات التراثيه يمكن حول 5-6 سنوات وانا اوثق التراث الاماراتي شو يعني توثيق توثيق شو اللي وثقته اللي وثقته الثقافه الاماراتيه ثقافه المنطقه هذه انت اليوم عارف ابو محمد دوله الامارات دوله حديثه نعم لكن مش معنات الكلام انه ما في بشر كانوا عايشين موجودين من مئات السنين نعم ولهم ثقافه ولهم تراث نعم فهذا التراث عشان نحفظه اليوم نحن دوري انا كمصور لي هدف كيف مصور انت مصور فوتوغرافي نعم كيف يعني مصور فوتوغرافي هل التصوير الفوتوغرافي في هذا روحه فن يعني أكيد ولا دراسة ولا شو يعني روحه فن ودراسة وممارسة ومجهود عسب شي سيارك فيها مليون كاميرا تقريبا لا تشوفوا انتو لا تشوفون سيارته كاميرات بهايك الحكي كل كاميرا هذا ثمها من قدام هذا هذا الناظور مالها ذراع من طولة يعني انت كم تصرف على هالمواضيع هالكاميرات والله هو الفن يباله شوية بعد يعني صرف يباله مجهود يباله ممارسة ايه يباله تبادل خبرات يباله يعني انت اليوم عشان انا اقدر اظهر اللقطة هذه نعم اتحرى المهرجانات التراثية هاي فاروح اصور يمكن 3-4 ساعات عشان اقدر اطلع بلقطة لقطتين من اربع ساعات اربع ساعات ايه يعني مش الموضوع الناس يمكن يشوفون ان صورة هي مجرد ان لقطة واحدة وخلاص انتهت السالفة لكن لا سالفه فيها يعني الواحد يتعنى للموضوع يمكن رجعت البيت اشوف الصور ما عيبتني ارجع مره ثانيه اليوم اللي عقبه ففي مجهود يعني لين اطلع اللقطه عشان المتابعه وتسافر خارج الدوله؟ اسافر كثير اصور خارج الدوله لكن ما ما ما, ما يخصها في الكتاب هذا صح؟ لا ما يخصها في الكتاب، هذا الكتاب هدفه اني انا اقدر اوثق ثقافه المنطقه هذه، ثقافه الارض الطيبه هاي، التراث اللي موجود لجل الاجيال الجايه والاجيال الحاليه يفهمون نحن كيف كنا نمارس كيف كان أسلافنا يمارسون في حرفهم في أزياء بعد شيء الأزياء القديمة هي الأزياء القديمة تعتبر حتى كيف استخداماتهم للحيوانات اللي كانت موجودة من الإبل شو في شيء تقدر تربيني يا حين يعني مثلا هذه من أحد المسابقات اللي بطولة فزاع للطيور الله هاي كيف رمت التقط هالصورة أنت عشان كذي اقول لك يعني انا الطير ما شاء الله فارد جناحه كامل يعني كيف يتكنت الفطانة في نفس اللحظه في نفس اللحظه انت مع الممارسه ابو محمد ترى هي مع ممارستي مثلا هذه اللقطه هذه اله التنقيب قديما هي هي يعني شرى ما يقولون عنها الدرل باللغه ايوه العربية. ايوه يعني هذا الدرل الاولي سبحان وعندك الله وعندك هنا يعني بين الماضي والحاضر فهذه لقطه فيها رساله كيف كان كيف كان نعم كيف كان يعني اسلافنا تعبوا مش بسهوله حياتهم ما كانت سهله فانت اليوم عشان تعرف المستقبل الازياء شو من الازياء خالد حاطين بعد الصور اللي فيها اللبس التراثي هاي بوتيله أيوة. وهاي لابسه فقيره بعد تلي مخور انت ملتقطنها ب هاي ملتقطنها في مسجد الشيخ زايد الكبير الله بعد فن العماره الله. الاسلاميه يعني ما يعلى على مسجد الشيخ زايد من التراث ومن العماره ومن الفن الاسلامي شو هذا زي الشرطه القديم في ابو ظبي انزين هل انت ملتقط الصوره هذه؟ انا ملتقط كل الصور في هذا الكتاب زي هذا في وين كان؟ هذا كان معرض يعني هذا كان مهرجان في ابو ظبي ايوه انا اقول في خاطر انت صغير متوه حارك لحقت على هالاشياء انا ما لحقت لكن هاجي داروس الايبال هاجي داروس الايبال الله طبعا رمز الضيافه ايوه في الحضيره نعم في الحضيره رمز الضيافه وهاي في بعد هذا المناطح في وين يعقوب؟ في الفجيره هذا الى اليوم موجود الله حيلي ها كلها
شغلك انت؟ نعم. ما شاء الله. شو اللي ترمي اليه؟ والله هو توثيق الثقافه. يعني اليوم شر ما قلت لك ابو محمد عشان نعرف المستقبل مثل ما قال الله يرحمه الشيخ سايد. يا له الجنه. اللي ماله ماضي ماله حاضر اكيد. نحن أكيد. عشان نعرف حاضرنا وين بنتجه لازم نعرف شو كنا وشو نبى اليوم وين نبى نوصل في المستقبل نحافظ على ثقافتنا. لكن اذا مش موجود مو موثق كيف بنعرف؟ فهذا الهدف من هذا الكتاب. وين بيكون موجود هالكتاب؟ هذا الكتاب هل انه منتشر؟ منتشر لكن حاليا في المكتبات تقريبا يعني شر ما يقولون اوت اوف ستوك سولد اوت. لكن هي سولد اوت لكن ممكن انا اوصل للي يبى الكتاب هذا. الكتاب عباره عن مجلد فخم فخم للغايه. متعوب على تغليف وطريقة انتقاء الأوراق ومن الغلاف إلى الغلاف تحس به شيء ثمين عندك شيء مفروض كل شخص يقتني الشيء هذا شيء جميل في منتهى الروعة شيء وثائقي شيء يشرح القلب والواحد يفتخر به. اللهم لك الحمد. شكرا ابو يوسف على هالعمل الجميل الجبار. اكيد انه اخذ وقت وايد لكن طلع باكورة عمل جميلة ومميزة. بارك الله فيك والله يحفظك ويخليك ان شاء الله. تعرفون هذا ابنه تحيدونه هذا Who's here? Who's my visitor today? Hello. Hello. Hi. Oh, in London. اليوم اليوم الهي. بعد. تحيدونا هذا أليكس. أليكس فرو. كيف حالك؟ حياك الله. حياك الله أليكس. Exactly. حياكم الله. حياك. مرحبا. مرحبتين. From which airline you use? Etihad. Etihad. And really, you come direct flight? Was that direct? Yeah, it was direct. MashaAllah. It was good? It's very, very good actually. What about the food? Oh, the food, tamam. Very, very good. And Etihad Airline. Yeah, it was really awesome. We had like chicken and there was lamb and there was also sweet things. It was very, very good. Alhamdulillah, thank you. Mumtaz. Dwarka? Yes. You know these people? No, but I'm happy to meet them. They are coming specially from London. Wow. To show that all the world something very new and very special. Yeah, thank you. Yeah, you're welcome and feel at home. You're going to be the first. You'll be the first to see this out of everyone. In fact, this is exclusive for you. This is literally like you're going to be the first people to see this out of everyone, all the followers. This is happening right now. Inshallah. Thank you very much. Inshallah. We're excited to be able to announce this to you. You've come all the way from London. And it's like, wow, me and Amy here, we just come, like, we flew last night and we're here now and it's so warm. Warm? You sure? Warm? You are joking. Warm or oven? Yes. This is the first one. This will be for your group. Oh, wow. From Yaqub Ahli, this is photographic. Wow, thank you so much. It's very special for our country. Wow. All the things, he make it by himself. Thank you so, so much. That is honestly so, so kind of you. Thank that you. Thank you. Showing. Okay, I would like to dedicate this book to Thameen Group. Sure. I hope you enjoy it. And you will be very happy about what you will see inside it. Oh, wow, okay. All these from... these from the local area as well? Local area, everything. Amazing. Wow, okay. So it's all done here and it's all helping the local area. That's incredible. Thank you so, so, so much. Alex, now, why you are coming to Abu Dhabi? Thameen, it's an English brand. We use the highest quality of oils. And as an example,
sample from one of our ranges, the Treasure Collection. We have these different fragrances here. Uh-huh. These are inspired by some of the world's most enchanting jewels and the stories behind them. So we've got Moon of Baroda, for example, is the canary yellow 24 carat diamond that was in the necklace that Marilyn Monroe wore in the production of Diamonds Are a Girl's Best Friend. Exactly, and then we move on. We've got the Nuraline Taif, which is based on the Nuraline Tiara, which has a lovely 60 carat pink diamond mounted in it. Pink diamond? Pink diamond, pink. Yeah. Exactly. It's incredible. And also then moving across, there's also the green pearl being inspired by the Yumengzu, which are green fluorites that are found actually in China, and they're worth so much. Like, it's apparently if you touch them, you get luck, prosperity and good health. So that inspired one of our perfumes as well, the green pearl. But the jewel in our crown. Sawarat al Taj. Al-Tahad. Is that the one in Arabic? Jawharat al Taj. Jawharat al Taj. Jawharat al Taj. Hey, هذا أبويا حين منتجهم هذا الجديد أول مرة يعلن عنه. The name of this perfume? The Royal Sapphire. Royal Sapphire. Just when they start to. Only out today. In London Selfridges, Manchester Selfridges, and online. Only today, literally just now, you're the first to see this out of everyone you are. First to know, the first to see, this is a world exclusive. MashaAllah. Just for you and your very special followers. Thank you very much. Thank Royal you. Sapphire. It's collection of what? So this one, there's mandarin blossom, there's amber, and there's jasmine. Amber and jasmine. Jasmine. Oh, it's incredible. Mumayez, this one really is. You need to try this. Dar, this one. Dar Gulli. Dar. It's incredible. I have to try some. Salah. Salah, you must try some as well. It's very, very special. This is our best, absolute best. It's my favorite one. Ahsan shay for me. تعرفون ريحة ال نب عطر العنبر العنبري عطر العنبري. هب العنبر المتواجد في السوق ترى العنبري يختلف عن العنبر يرد شرات ريحة العنبري عنبري على ورد وريحة خنين باردة صلاح حلوة ريحته إيه ما شاء الله so also Thamine were the only brand that does a quality guarantee. So if something not right with the perfume, you come bring it to us and we change it for a new one. We're the only brand that does that. But it's never happened like that. Never happened. Yeah. No. But we love our customers like the way that you love your followers, and therefore we want our customers to be happy. But and I never heard one of my followers, they said something not 100% about Thamine. Yeah. That's what we love. Alhamdulillah, this is we good. Actually handpick the ingredients as well. That's how good the quality is with these. Handpicked ingredients, long lasting, and exclusive, exclusive. This one only today. This one just come out. So this is part of the Sovereign Collection, and the Sovereign Collection are inspired by the English crown jewels. So this Royal Sapphire, first of all, you can see sapphires in the whole of the English crown jewels. They're very, very valued. Some of the oldest sapphires, actually. One of them dating back to the 11th century. So that's what actually inspired this one. Because again, English brands. So this is the jewel in our crown. Jawharat al Taj. جوهره التاج جوهره التاج هذا ابوي حينه العطر اللي جايبينه رويال سافاير هذا جو يعني شو التاج عليه جميع الاحجار من قماش ومن دايمن ومن كل الماسات وكل احجار كريمه لكن جوهره التاج هاي اللي مره فوق شفتوا راس الهدهد الهدهد كله محطره يطرون ابوي تاج الهدهد والهدهد فقير ما له اي كرت بس التاج ماله العطر هذا جوهرة
وباكورة إنتاج ثمين واليوم نازل اليوم just today حصري قول لي very special for you يلا كم دواركا and take the special thing they are bringing something very good for you okay thank you دواركا yes you're a very special lady oh my god أنتي ملاك Allah, let me show you. What happens is this: you put this around here, and you can actually go like that. It's amazing. This one is. I appreciate. And then, let me show you. If you just put this, you go like that, and then you give it a good. Ah, good one. Hey, nice smell. 24 hours. Thank you, I appreciate. No worries. What? Thank you, Dwarka. Thank you. They bring something very special for you, from London, specially for you. For me? Yes. Just for you. Only for you. Thank you. I appreciate. I'm impressed. Thank you very much. Now you'll never forget. Thank you. I appreciate. Amazing. We hope you enjoy. Thank you. غراب أنت. This is for you. This is for you. صلاح ما شيء بوسة؟ لا صلاح لازم بوسة قولها thank you. Thank you very much. Thank you, sir. زين؟ إيه دهان السير أبوي خلاه يقعد. زين number one. Thank you, صلاح. Bye bye. يا ربي he was waiting. أنا مع ثمين الله يحفظكم اللي 6 years. I am with you. That's right. 6 years, 6 سنوات أنا مع ثمين من وقت الإنشاء في لندن في المملكة المتحدة في أحد أضخم وأعرق وأحسن متاجر بريطانيا اللي هو سيلفريدج. من تأسس العطر وأنتج ما شاء الله شغلهم ماشي. كل عطر أخذوا فيه 6 شهور 8 شهور سنة. العطر الرئيسي اللي والوحيد اللي خذوا فيه في إنجازه 2 سنين هو هذا رويال سافاير اللي هو هذا العطر اللي هو خليط من العنبر والورد ما بعنبر العنبري. أنا قلت لهم هذا مستحيل يكون العنبر تبخم من البخة يازم شوي دقيقتين لكن هذا كأني الحين توني باخنه وأنا باخنه أكثر من ساعة. ف المنتج اللي عندهم هذا اللي هو ريال سافاير هذا منتج خذوا فيه لين طلع على وجه الأرض ما يقارب 1 سنة و8 شهور إلى 1 سنة و10 شهور تقريبا 2 سنين. إنجاز عظيم وباركورة جهد مركزة تعبوا عليها ولكن سبحان الله جت بمردود جميل إيجابي حالهم حال العطورات لي من غير لكن أنا في خاطري واللي لازم يبريه أبري دمتي قدام الله سبحانه وتعالى أن العطر هذا في منتهى الروعة. رويال سافاير اليوم نزل واليوم الدشن يوجد أونلاين يوجد على الرابط اللي بنحط لكم إياه ويوجد في سيلفريدج فقط ما يوجد في أي مكان آخر. What about our coffee? Arabic coffee, Marrakesh. Marrakesh. Quiet Marrakesh. And this is mango from our garden. And this is papaya also from our garden. Alhamdulillah. Amazing. Thank you so much. Very sweet. No. This is the mango and the orange one. It's the papaya. Oh, wow. Okay. Yeah. Thank you. Wow. That's melting your mouth, that is. The papaya is beautiful. The papaya is very sweet. It's beautiful. Yes. Wow. That's why it's so different. What was the word? Mumayez.
مميز هام الحناية دواركا you happy يا ربي I will die if I know what if I don't know what is your gift Thank you for the gift. I appreciate very much. And I like they have good dads. This is our papaya. Look at the size. Wow. What? I bet that weighs loads. That's incredible. Yes, and very sweet. This is now not ready for eat. Okay. It's, we have to wait another 3 to 4 nights. In the warm place, and after that will come exactly the same color, orange color, not yellow, like orange. Incredible. Thank you. Thank you, Dwarka. Yalla. Thank you. Yalla. Wow. Ambaro Tony. Tony. Ambara. Yeah. Ambara. Adorable. Hello. Ay, khaybe. Yalla, take them inside. Tony. Yalla. Tony. Tony, Ambara, ya Ambara. Hello. بس يلا دخل سو فلايبل يلا دخلهن بيبل يوز ات فور ذا كاري دي كول ات كريباتا سميلت او واو بو كيا انكريدبل ايه فيري فيري جود سميل ذس وان Here, 5 sisters. All of them the same age, the same time. We put it in the earth. All these. Look, when you put the seeds in the right time, look what does it look like. The very, very baby ones. Oh yes, huh? Mashallah, mashallah. Incredible. You happy? I'm so I didn't expect any of this at all. This is like, I can't even comprehend it. Wow. Alhamdulillah. Incredible. Sahri. Sahri. This is from last year. 2 years old. These. This you one and this one. Taller, yes, because it's taller. This is young. 11 months. Wow. Yeah. But the mango, it's finished the season. It's done, yeah. Thameen. Say Thameen. London. من عقب الهايد بارك تمشون ابوي في الحويني. شو تمشين يا ابوي؟ لا هو. باللهاب يا جنج. كان very hot. Oven. It's so warm. Warm. Wow. This is my room up. Wow. And here, this is our house. يلا سوري حين وقت التصوير داخل ما شيء تصوير للجماعة. مش قضية ما شيء تصوير يعني مصورين كل يوم مصور لكم داخل ترى كل شيء تعرفونه ما في داعي. يلا. بعد هم القسم هذا القسم الشغل اليد هذا وايد يعزلهم Thank you very much بنرويهم من المطبخ This is our kitchen Wow This is our swimming pool This is swimming pool it's so much bigger than me. Oh my goodness. Wow. So great. This is Hafid. Hello. Nice to meet you. It smells incredible. It is, yeah. And this is for daily use. Okay.
that one. Daily use. No, not this one. Come, and this is our store. بسم الله شو تسوي؟ يا رب الله تكرم. This is the things what we use for the house. Okay. We take from here and use it in the kitchen. There's so many. No, it's so big family we are. More than 20 people we are in the same house. Wow. Yes, 20 guy. Forget the visitor daily, mashallah. This is incredible. My mind is blown. ايوه مسز كاري فروم باي مادام مسز كاري اوكي واه وي سو هامبل اوكي ثانك يو اوكي حشرتيها ثانك يو فيري ماتش ثانك يو سي تو مسز خالد ثانك يو فيري ماتش they see it, خلاص. Open it. Please. No need. Please tell me. They can't do it too. Ah. Yeah, maybe they can cut it something insect or what. Honey, this honey from when there's tree, they call it قاف. غاف, it mean desert. Desert يعني صحراء, صحراء. Yes, desert. Desert. Desert tree. Yes. Desert tree, each year is coming flower for 10 days. This honey from that tree. No way. Yes. It's a fresh one. Very special. Oh my gosh, thank you so much. They call it غاف. يا ربي قم فتشت عاد وين بدك هبة. شكرا so much. Welcome. واو. والله تج. ايه كحلولو. خلاص you talking too much with the people. Excuse me sir, I'll tell you something. Yes. They are very good. Yes. They are very good. Yeah, because they are beautiful. رب الله تشنتي الله أكبر يا الملوك يا الملوك يا الملوك مملكتي البلاغة. Yes. You didn't go to Dubai last 10 years. No, 10 years ago. Okay. I'm waiting for your video to send it to me to let me know about Dubai after 10 years. Okay. Very important. I promise I will send you. Please, huh? Yeah. Don't forget. You will see something. You look like you are dreaming. I'm waiting for your video after tomorrow. Okay. Not today, not tomorrow, after tomorrow. Saturday or Sunday, before you leave Dubai. Okay. I'll send you my full review. Inshallah. If 10 years after. Our house, you have to try it before you travel. We call it mhalla. This is special bread. Bread who? This is for breakfast they are using it. You can use it with a honey, without honey. Look. Wow. Look. Wow, okay. This is. And you have this for breakfast? Yes, we are using this one for the breakfast. This is one for you and the other one for him. I'm so overwhelmed by everything you're showing us. Yeah. You can try. Thank you so much. This is very special in UAE. This is one of the very special bread in UAE. They call it mhalla. 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 Yes. Wow. This is very special. It's not sugar. They do it with the dates. Wow, that's why we like it. Yeah. Is it a girl or a boy? Boy. Boy, he's so cute. He's so cute. Hey, Lil. Hey, Lil. Hey, Lil. Hello. Hi. What are you doing?
What's his name? Biscuit. Biscuit. So playful. Oh, Biscuit, hello. Where are you up? Hey. Are we friends, Biscuit? Yes. I have here in United Arab Emirates now dates vegetable. Festival. Is it full of dates? Yes, vegetables date. It's coming every year, 14 days. Today it's the 11th. Okay. Yes. Twelfth. Okay. Today and tomorrow, after tomorrow, Saturday is well finished. Too many people is going. It's you busy, but I like to invite you there. But alhamdulillah, it's too far for you, and you have a lot of business today in Dubai. How long you stay in Dubai? Until Sunday. Until Sunday. And after that. After that to Kuwait. And after that? We fly home on Tuesday night. Aywa. Where, in which hotel you stay in Kuwait? In Kuwait, we are in Movenpick. Movenpick JBL. This is in Kuwait. In Dubai? The Crown Plaza in Dera. That's it. You will be very, all our hotels. Beautiful. Yes. Duarka, yes. Enough? No, it's not enough. I'm preparing for the driver. Okay. Thank you. Thank you, Duarka. Beautiful. Yes. What did you put, Duarka? Yeah, I put cheese and honey. Cheese and honey? I never put cheese and honey. Wallah? It's so good. Here, cheese with honey? Never heard of that before. Yeah. Wallah? Never. Sure. In the UK, we don't really tend to do that, but that's really tasty. قدم على واحد قالوا we need another one more. One more. ما تطعمه و يقولون انه يعني نحن في بلاد ما ناكل جبن شي is it the cheese with honey is it strange for you? It's actually really strange but it's really tasty, like you can get the whole like flavor of it. With what you usually eat the cheese? We have to eat the cheese with the honey. Oh. To balance it out. Yes. Sweet and sour, salt and sweet, something like that. So in England, you have cheese and crackers together usually. Sure, crackers. biscuit. Yes. Yes. You know that, yeah? Yes. We usually have those, but it doesn't. I enjoy my time with you, and nice to meet you, and inshallah you will go to Dubai. After Dubai, you will go to Kuwait. Mm-hmm. After Kuwait, you'll come back to Abu Dhabi and use a fly Etihad airline. This is my best flight, best airline. Inshallah, and you'll enjoy yourself. Thank you so much. It's been our honor. Thank you. I hope to see you, inshallah, in 13th, second of Eid, inshallah. In my favorite mall. Selfridge. Yes. Inshallah. Tamin stand. Thank you very much. You have been so, so kind. Thank you so much. We've really enjoyed our stay. We really have. Enjoy yourself in Dubai. You will be very happy. And nice to meet you. Lovely. Thank you. Thank you. What they write? Triwaka. Bad. Duwaka here, wallah. Thank you very much. Look. Oh my God. Bad. Yes. مرحبا يا اخواني ويا اخواتي، هذه دعوة اوجهها لأهل العين ولأهل أبو ظبي. انا متواجد في فندق الهيلي ريحان روتانا في مدينة العين من اليوم الى يوم السبت يوميا من الساعة 10 الصبح لين 10 المساء. عندنا معرض عقاري بالتعاون مع شركة اعمار العقارية، والمشروع اللي راح نسوقه في هذا المعرض ان شاء الله مشروع فيلل اعمار الجنوب اللي عند مطار آل مكتوم واكسبو 2020.
طبعا الفلل عبارة عن 3 غرف نوم مع غرفة خدامة و4 غرف نوم مع غرفة خدامة. الأسعار للثلاث غرف تبدأ من 1,070,000 درهم والأربع غرف تبدأ أسعارها من 1,450,000 درهم. طبعا نظام الدفعات جدا سهل، 5% دفعة أولى و5% بعد شهر وعقبها 1.5% شهريا إلى شهر 8/2024، واستلام المشروع شهر 8/2022، يعني دفعاتك مستمرة إلى 2 من بعد الاستلام. اللي عنده سؤال أو استفسار بخصوص هذا المشروع أو أي مشروع عقاري ثاني يقدر يزورنا في فندق الهيلي ريحان روتانا من اليوم إلى يوم السبت من الساعة 10 الصبح لين 10 المساء. مساكم الله بالخير. نحن معلوم أننا نحن سايرين ليوة، سايرين ليوة يا غير أبوي من جدة من الحسنات يستوفي اليمايل. الأستاذ الخبير العقاري وليد الزرعوني موجود اليوم الخميس والجمعة والسبت في روتانا ريحانة، ريحانة روتانا صح؟ هي في العين في الهيلي بما يختص في مشروع إعمار الجنوب. إعمار الجنوب مشروع نحن أمس تعنينا ليلة دبي وسوينا تغطية لجميع المتابعين اللي في الدنيا العودة هاي بكبرها. في اللي أي إنسان له ميول عقاري يبغي يستفسر، ما بلازم تشتري، ما بلازم يكون عندك ملايين، ما بلازم يكون عندك بيزات. السؤال لا بعيب ولا بمنقود، سر وتطمش وتفرج وتقلط ريال. بتسلم عليه في الـ الـ في الـ الفندق في العين عندكم، وبتخبرون عن الشيء اللي يهمكم والشيء اللي تبون تستفسرون، تبون تشوفون مشروع، تبون تشوفون تسألون عن أي مشروع ثاني يخصكم أنتوا، أي شيء تبون تتخبرون عن شيء يعيد لكم بالنفع اسألوا. ريال موجود برسم الخدمة وبلاش استجارة، استشارات مجانية. ريال موجود الخميس والجمعة والسبت موجود عندكم في دبي في العيد، الخميس والجمعة والسبت 3 أيام من 10 الصبح لين 10 المساء برسم الخدمة. يا جمهور الخالدي، ترى الخالدي بي خالدي اليوم بيضي. ويا مرحبا يا ابو محمد ملايين. بشركوا يا جمهور الخالدي، ترى الخالدي بي خالدي اليوم بيضي. ويا مرحبا يا ابو محمد ملايين. مساكم خير ونور وسرور، مساكم ابوي من ليوة ارض الطيب وارض النور، مساكم هالمكان المميز اللي كله رطب وتمور. مساكم أبوي مساء الأرض الطيبة، الأرض يسمونها أرض الزعفران وأرض الذهب. ليوة أرض الزعفران وأرض الذهب. الحين بنشرح لكم وبنخبركم عن البنت وبنت البنت مرة، ما بنذخر عنكم ذخيرة. كل المعلومات اللي تبونها وتختص بالمهرجان اليوم بالذات، اليوم وبكرة ورا بكرة، 3 أيام على 3، بنخبركم عن كل شيء في الدنيا العودة. مثل ما قلنا لكم اليوم الله يبارك فيكم يوم النخبة. النخبة شو؟ نخبة 15 صنف، يعني كل إنسان عنده مزرعة في نخلة لازم لا يقل عن 15 نوع. 15 نوع ما هذا منهن يشابه الثاني، فيستوي المزامط والمراوا مثل ما تشوفون. كل إنسان يجيب أحسن ما عنده، فمن بعد ما يتم الاختيار ويتم الفرز ينعرض هذا كل اللي تشوفون. كل إنسان حاط 15 نوع مال إنتاج مزرعته، فلذلك يستوي التصويت وتأتي
اللجنة وتقرر الشو اللي ناجح والشو اللي ما بناجح. الفائزين 15 مزارع مواطن، 15 آدمي هم اللي مشاركين في بياخذون المراتب ال 15. جوائز النخبة، جوائز طال عماركم اليوم، اليوم النخبة نخبة ليوة، جوائزها الرقم 120 والتنازل. بتي عقب نخبة الظفرة، نخبة الظفرة ما قلنا جوائز لمرصودة نخبة ليوة ال15 الأوائل 120 للأول وانت نازل، نخبة الظفرة 200 وانت نازل، بعد 15 مزارع 20 للظفرة و15 لليوة اللي هم اليوم هاي اللي تشوفونهم، هاي اللي تشوفونه الحين انتم هذا شيشي مجدول نبتة سيف مضافتي سكري نوادر مرزبان شبيبي صقعي دباس، هذا دباس نبتة مزروعي صقعي فرط العين نبتة المذهلة مرزبان نوادر خبرناكم عنه، هذا خلاص ها شوفوا الخلاص، شوفوا الخلاص يا هل الخلاص ها تحرونه كل وحدة عم كل رطبة مرطب الخلاص هاللي تشوفونه تبارك الرحمن الوحدة تحرى كبر البيضة، كبر بيضة الدياي البكر، وهذا عبارة مح مح بيندحك ما يبالك كلام، وهذا هذا بمعان وهذا شيشي وهذا طالت عماركم المجدول، هذا أبويه اللي شوفه يسر الناظرين هذا هو المجدول، وهذا نبوت سيف ما يبالك كلام ما في الحاضر مدح، وهذا عجبة العاجبين عجبة تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله، فالهم الناموس فالهم الناموس يا رب العالمين على هالتعب طالت عمركم من عقب ما يشوفون هذا خيرات الله كلها ينشون طالت عمركم اليوم يا ابو باكر زاروا كل المزارع حالي تشوفونها زاروا 15 مزرعة من المزارع المشاركة، زاروا 15 مزرعة داروا عليهم وحدة ورا الثانية وشيكوا كل انخلة موجودة داخل المزرعة يقارنون الرطبة هذه اللي موجودة عندهم بمها اللي موجودة هناك فيلفون عليهم كلهم، فلذلك يستوي التحكيم ويستوي الإعلان عن الفائزين، هذا أم الدهن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه عادة هذا من عجائب الدنيا السبع ما شاء الله، هذا أم الدهن يستوي شوي أكبر عن شي بعد على فكرة يستوي توه مبشر أم الدهن، لكن هو يستوي ساعات شوية أقل عن 3 رايبات. نعم العام شفنا عند جماعة روحنا شايف إنه شوف العين صورت العام بعد تشوفون النوع هذا مكتومي وهذا بن هويمل، هذا بن هويمل هاك مكتومي شيء أشياء موجودة كل حد عنده وحد ما عنده من يعني حد من الجماعة ما عنده صرم اللي هو يزامط به فحد منهم يتفوق على الثاني بحيث الحجم بحيث صفاء وصفاوة الرطبة خلوها من الأمراض، اللون هذا تشوفونه يعني يكون نوع لون الصفار، الدبس اللي داخله شو لونه خمري ولا أصفر يعني يعتبر خيبة اذكري الله ما يجي كل شيء له مواصفات ما يكون مغوفر ما في إصابة ها ما شاء الله ما شاء الله ها والحجم تبارك الرحمن ما شاء الله هذه نبتة مزروعي هذه أبوي نبتة مزروعي اللي مواوي ما طعم نبتة مزروعي لا يطعم أبوي دبة حياة صليجها صفاوتها كل نوع وله ميزة فيختارون ما يجيك شيء مني والطريج يعني الاختيار ما يكون عشوائي دقيق ومتعب زيادة على اللزوم سامحوني قاعد خربنا عليكم الله يبارك من أنت أنا موجود وين التراث وين الحمادي أنا موجود بارك الله فيك بارك الله فيك مسميات وايدة جش زبد هذا جش الزبد متعلي ها بقل سلطانة مجدول شوف أنت مجدول ما شاء الله ما هذا الدهن اللي خبرناكم عنها قبل شوية في أشياء هذا سكري هاد الناس تعرف السكري الأبيض هذا لا سكري أحمر بعد
هذا الشل أم الحمام شبيبي وايد أنواع فتمتاز شيء من المزارع يراعيها ما عنده كل الأنواع فسبحان الله يعني فتلقى شيء يتميز عن شيء يا ويل ما عاد الإخلاص هذا فهذا روح أعجبه والله حتى هذه الرئيسية يا أبو هذه الرئيسية ما شاء الله هاي اللي يضرون هالرئيسية هذه الرئيسية أنا ما شفت هاي الرئيسية هذه الرئيسية هم الأشياء النادرة ها؟ نعم موجودة موجودة في الغربية موجودة رئيسي وهذا جشر بي ما شاء الله ما شاء الله حضور كثيف وعالم ما شاء الله تبارك الرحمن حضور وايد مميز وناس عالم عالم تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك شو ها شو نبتة مزروعي ما شاء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إيه. هذا ترى ما يمني والطريج يا بعد جهد ويا بعد نطة ونطيطة ومعاناة وتعب يا جهد كثيف كثفت العالم وتعبت ها ها عنبرة يا عنبرة هذه العنبرة ها شفتوها هذه العنبرة والأخي ما شاء الله على الزين انت منو مشاعد سعيد المنصوري مرة ثانية مشاعد سعيد المنصوري بعد مرة مشاعد سعيد المنصوري ما شاء الله ما شاء الله عليك حالك يا مايا خير كل شيء زين شو النتيجة السنة في الدراسة زينة زين وايد ولا عادي لا زين وايد يعني شو هاللون العيناوي عيناوي انت ولا شو وين تبين يا سيد وين اسي عند يدتي شو اسمها يدتي عيدة عيدة قبل صورت معها وين حيني وين هنا يلا الحين بيها قولها بيك زينه اوكي ما قد شاف العنبره هذه ابو العنبره هذه العنبره اللي ما شاف ذهب الصمعه هذه ابو ذهب الصمعه هذا ذهب الصمعه هاي عنبره وتشيخ يوم تغدي سحر متسحح شويه تشيخ تغدي ابدا ما شي شرابته وهذا ها مبروك شوف كل مزرعه تختلف عن الثانيه باللي عندها شيشي الخضراوي الخضيري الخنيزي الخصاب هذا تشوفونه شو هذا ونانه شو بقولكم مليون نوع ونوع ما شاء الله تبارك الرحمن اهلا وسهلا يا رحيم مشتوم مزروع المهندس الله يحييك الله يحييك الله يطول عمرك شو المميز عندك انت من رطبان والله كله مميز يا محمد لا الاسم قبل الاسم جيده هي. وعندك عياشه أو عندك هويمل هويمل حلوة ممتازة اليوم الأصناف اللي تجي أصناف يعني نادرة هي والله أنا روحي ما شفت خلك من نادرة الأحجام الأحجام ما شاء الله كبيرة ترى الوقت ما حازت على الوقت الكافي يعني أبو محمد شوف الشبيبي هذا توه بعده شوي الإخلاص يعني بعده شوي عده بيكبر أكبر من هذا الحجم سبحان الله ما شاء الله خذه هذه اليملة هذا نوع صنف نادر وهي يملة. يملة نعم نعم وهي يملة نعم هذه خنيزي عندك هنا نبتة الدخيل هذه سعودية مبروك اي والله دباس ما شاء الله على دباس الأول دباس على كبر الرايب وحين بعناية المزارعين تبارك الرحمن أصبح دباس السكري طالع ما شاء الله كيف هي نعم السكري يا أبوك عجبه نعم. عجبه السكري نعم. أبو إبراهيم تطعم الطعام انتهى هذا اسم السكر هذا ها طعم وحده ابدا تحرك تاكل به مال لبنان والله ما تطنز عن ابوه شي فنان شو يا ريال عسل عسل والله ايه هاي عاد غير هذيك يوم سماه يوم الدهن هاي اسمها الدهن يا مرحبا يا ابو محمد وحضورك هني صراحه دعم جزاك الله خير والله هذا حق واجب علينا الله يبارك فيك تشرفنا الحدث يستاهل والله يا ابو محمد انت حدث براسك اشهد الله يطول عمرك الله يطول عمرك الله يحفظك المكان يرزى ويستاهل انت تشوف هذا الانجاز العظيم هذا شيء ترى ما يحصل في اي دار لا والله يا ابو محمد يحصل الا في هالدار الله يطول عمار الشيوخ اللهم لك ديم الامن والامان امين امين جهود جهود ودعم لا محدود نعم نعم من القيادة نعم اللهم لك الحمد الله يطول عمارهم آمين آمين نشكرك على حضورك في كل مكان والله نشكرك في كل مكان أنت نحصلك نعم. فيه
اللي دعمته الدولة هذا كل مكان حصل فيه. جزاك الله خير. نشكرك على البث وعلى حضورك وعلى المتابعة. الله لا خلانا منكم. حفظكم شكرا مهندس. مرحبا الساعة مرحبا. كمل اباه الاسم ان شاء الله. شو اسمك؟ عبد الله محمد خميس الشدي المنصوري. والله مليون والنعم. ايش حالك ابو حميد؟ والله بخير. في اي صف ابو حميد؟ صف عاشر. ما شاء الله ما شاء الله عاشر. الله يطرح فيك البركه يا مرحبا. شوف ابو حميد شو تشوف بالله عليك بزاينه؟ والله طيبه. حد منكم مشارك من هاليكم؟ والله ما حد الحين. ليش؟ شو السبب؟ يا عم متعايزين ولا مالهم بارض ولا مشغولين؟ والله مشغولين. لا خليت من خجمك. يا مرحبا. الله يحفظك حبيبي. شيء في الخاطر؟ سلامتك. لا خليت من. يدك تبن هيان؟ والله مليون مرحبا. شو اسمك انت؟ شو اسمك هذا؟ يزقرك يقولك شو اسمك؟ ما تعرف اسمك؟ رد على الرجال. شو اسمك؟ سيف بن علي اسمك. والله مليون والنعم. طالع على يده. لا يد ابوك ما يسكت. منو؟ يده؟ ما يسكت زين صغير. يده ما يسكت. لا ما تعرف. بس هو مستغرب من التصوير ما يحب التصوير. بعد. ما قلتي لي ان يدك هاي الحرمه المبروكه ايش حالك عيده؟ كيف انت؟ الله يحفظك مليون مرحبا. عديبك من يوم مهرجان زايد للتراك. جزاك الله خير. يا مرحبا. الله يحفظك. الحين وين ما مشاركين؟ لا مشاركين احنا جايين زياره. زين زين المكان يستاهل الزياره. والله يسوى ويستاهل. اي والله انه يستاهل. مليون مرحبا. والله مليون فرحت بشوفك. على الله لا يخلينا منك. امين. والحول ان شاء الله انك بشارتوا بشاركون الحول ان شاء الله. مهرجان زايد كل سنه. كل سنه احنا. وانتم هم مالهم البد منكم. احنا هذا اللي الخلق هذا ما ندانيها الحين بنشتكي عليهم. شو هن؟ هذا البراق على بساطنها سود وهي سوداء. ها طالب الله عليك شو هذا؟ انا ما داني والله العظيم من هاي 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 سحر. سمعتي من سحر قيس؟ هاي سحر قيس. والله ما حطها في الدكان. هاي طير الضحى هي كذي. والله ما حطها. ام احمد هلا. انا باكر ضروري اجيك الضحى ان شاء الله. حددوا الوقت بيت قهوه عندك. مرحبا. شو رايك؟ وبنرمس عن كل اللي رمسنا عنه في مهرجان زايد برد نعيده. ابو محمد الله يحفظكم. تمسح وتداوي وتوسم وتعالج عن كل عوق تعيز عن الاطباء بامر الله. انه العلاج عندها بامر الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ان بني بنسولف بنرمس وياك. يا مرحبا. يا مرحبا. الله يجزيك خير. مشكور يا مرحبتين. وعدالي اللي ما بيقول اسمه بمسح انا صورته. جاسم. وانت؟ عبيد. وانت؟ حمد. وانت؟ عمير. وانت؟ عمر. تعال جاي وين اسمعك صاصر؟ عمر. وشو مخيس كندورك هالنمونه؟ ما شاء الله عليك يا عمر.
حسب المطر الفلاحي. والله مليون مرحبا. مرحبا حالك؟ الله يحفظك. الله يسلمك. مليون مرحبا. والنعم الله فيك وبسمك وبطاريك ومن وين جيت وتنتيت. نحن متابعين لك. لا خلينا لا منك ولا من متابعك. الله يسلمك. انت ابوي من الدم اللي ييري في العروق. الله اي نعم. لا خلينا منك حبيبي. جزاك الله خير. من الفعاليه اليوم نخبه الرطب اللي تونا صورناه قبل شويه اللي هو 15 صنف لرطب ليوه ونخبه ومسابقه اجمل مخرافه. اجمل مخرافه حفظكم اليوم احسن مخرافه واجملها من ناحيه الابتكار وطريقه ترتيب المخرافه. هاي مثلا مخرافه عاديه وزينه ومعدله وهاي بعد غير نمونه وهذه عاد جايه بزودها. هذه يقول لك المخرافه اللي ما استوت شراتها مخرافه في الدنيا الحدودة. هاي مخرافه هاي اعتقد انا في بالي انها هذه هي اللي بتاخذ الرقم علما باني ما شفت المخاريف في الباجي اللي من هناك. لكن ما اعتقد ان شيء احلى عن هذا. ما اعتقد. العلم عند الله. أربيكم طالت عماركم كل المخارف كل المخاريف هي جمع مخراف شو مخاريف أشواء تحرك عمري غلطان يلا بياكلوا لي كبدي لو أغلط. ها كل حد بويه طريقته. هب 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 هاي عادة مخرافة إكرام. شوف كل حد ومخرافته كل حد ونوع كل حد ومدين ويستوي التصويت يستوي عاده الابداع الراي من اللجنه المنظمه والفايز ما يندرى شو الجائزه عاده مال اجمل المخرافه 5000 زين زين الحمد لله. وهاي هاي اللجنه ما شاء الله تمشي وتقيم. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف انتم؟ الله يسلم ما شاء الله. هاي اللجنه ابوي تمشي وتقيم ما شيء ابوي لا وحده عليها اسم ما بمكتوب عليه بس الا الارقام والارقام ابوي ما حد يعرفهم. ها باركود ها كله باركود باركود ويعطون الرقم. اي نعم ما شيء ابوي ما شيء واسطه ولا شيء تعرفني واعرف هاي المواضيع ابوي ابدا وانت مغمض. شاركة هاي لاجمل مخرافه هاي ثالث سنه المهرجان عمره اكثر من 15 دوره 15 سنه. بالنسبه لاجمل مخرافه كل سنه تأتي امور جديده ومن الامور الجديده هاي اللي هو اجمل مخرافه استوت قبل تقريبا 3 سنين. مشاركه لاجمل مخرافه 3 سنين السنه الثالثه. هاي نعيبتي بخبركم كل القاويات والله تشاتبون الصدق. مرحبا 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 بمبارك. مرحبا مليون. شحالك حبيبي؟ الله يعافيك. قل له بخير. مبارك. قل له بخير. قل له بخير. يا هاي مبارك. خير. شو اسميه؟ خالد. زين صبر. اقول لك صبر صبر. هذا منو؟ بويا. شو اسمه؟ محمد. شو محمد؟ محمد شدي؟ والله بالنعم. انطباعك في ليوة؟ ها؟ انطباعك في ليوة؟ انطباعي انا في ليوة؟ انطباعي صدق جدايب تعرف انطباعي. الله يحفظكم. بداية الرحمن. ثاني زيارة لهالموقع المميز الفنان إدارة الدفاع المدني مع هالشباب الفنانين رجال حماة الوطن الله يحفظهم. بارك الله فيكم ويحفظكم جزاكم الله كل خير. شحالك الله يسلمك. الله يطول عمرك. شحالك سالم؟ والله تمام. يا مرحبا ابو عبيد. يا مرحبا يا مرحبا. شو هالشيء الفنان بعد هذا؟ هذه جبنا سيارة على أساس أن يشوفون التدخل السريع في داخل المزاينة. نعم ماشي ايوه نعم. في حال سبحان الله اي طارئ اي حادث احنا جاهزين عندنا الموجود الطفايات عندنا حتى الماي عندنا كل استعدادات جاهزه. احنا طبعا هنا نبدا من ساعه الصفر خلال نصف دقيقه لازم نكون وصلنا واخمدنا الحادث. جزاك الله خير. تفضل يا ابو عبيد. احنا والله نشكر اداره مزاينه الرطب شكرا جزيلا صراحه اللي جابتكم مره ثانيه ومن خلالكم نشكر هذه الإدارة الموقرة المحترمة التي لم تقصر صراحة بكل كبيرة وصغيرة وفرت لنا كل ملتزمات الأمن والسلامة من أكل وشرب ومتابعة جزاهم الله خير صراحة. أنتوا تستاهلون كل خير. أنتوا ناس كل الأفرع والأقسام المهمة
موجود هنا من دفاع مدني تبع الطيران أدنك النووي، هذا كل قسم مكمل للثاني. نعم. ما في حد له امتياز، كلنا في بلاد وحدة، كلنا عيال هالحكومة، عيال عيال زادي على الله يحفظكم. آمين أجمعين يا رب العالمين. آمين يحفظكم. شكرا على هالمجهود الطيب اللي تبذلونه أنت وإخوان. شكرا لك. الله يحفظك. شكر موصول لك، وصراحة أنت تعتبر بالنسبة لنا شيء جميل جدا. جزاك الله خير. الحين الله يحفظك بيينا عادل الفن والفن التشكيلي، ويوم يقولون الفن التشكيلي تعرف عمرك أنك أنت جاي عند عزة بنت الدكتور درويش القبيسي. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يحفظك. كيف انت؟ شو هالبادرة وشو هاللي انا اشوفه؟ هذا شو هذا كله؟ هذا عمل فني. هاي هاي شراته اليوم شافه الشيخ سلطان بن طحنون. الله يطول. قال لي هذا العمل مفروض يكون في اللوفر. هي نعم صدقه. هي نعم صدقه. هاي من احد الاعمال اللي انعرضت لاول مره في المجمع الثقافي اول ما افتتحوه. نعم. في اخر السنه مالت 2018. فقلت لازم هالليوة وحضور المهرجان هذا لازم بعد يستمتع بهذا العمل الفني. ومن اعمالك شو الحين؟ هاي كل اعمالك؟ نعم هذا شغلي بعد، هذا براند سويته تحت اسم يريده. ما شاء الله. يريده. يريده ما شاء الله. هذه من الكرب. نعم. اسويه طابيه. هذا من الكرب صناعته. هذا من الكرب. وهذا كله كرب. ايه. وهذا يريد. يريد نعم. ايه. وهذا بعد كرب من ورا مع الحديد، هذا كله لونوه حضور المهرجان. ما شاء الله. وهذا الخط اللي في النص فيه هذا شارع ليوة. هي والله بعد شوف انتم يوم قلنا لكم الهلال الخصيب، هذا خط ليوة، هذا تشوفونه كله خط ليوة. زين. وهاي المحاضر اللي دور مدار الخط هذا. الحين نحن في النصيفة، نحن في وين الحين البقعة اللي نحن فيها؟ نحن قريب في مزيرعة. نحن في مزيرعة. هاي مزيرعة. نحن في النص. نعم في النص. مزيرعة تقع في نص الهلال الخصيب في النصيفة، يسار 160 كيلو 70 كيلو ويمين 70 كيلو، حدود ليوة كلها 140 كيلو تبارك الرحمن. هذا العمل أنا مركبة عليه المغناطيس على أساس كل اللي ياخذ له قطعة يلونها ويركبها. ما شاء الله. ما شاء الله. آخر إهداء لبلدية الظفرة. بارك الله فيهم. كفو من كريم لين مستحج، ما تقصرين يا بالدرويش. وهاي بعض الأعمال اللي أنا أشتغلها حق الجهات الرسمية. بارك الرحمن. هاي الدانا أورد، وهاي سوي حق تدمير قصر الحصن فيها. ما شاء الله. حروف بضبي، وهذاك بعد قصر الحصن، وهاي الغافة، حق جهات مختلفة. هذا البزنس على قولتك. ما شاء الله. هذا البزنس مالك. وهذاك شو اللي هناك؟ هذاك مبادرة بديناها في عام زايد، فيها أكثر عن 130 كربة. نعم. لونوا عليها ورسموا عليها أهم فنانين الدولة. ما شاء الله. ولأول مرة أنا هاي 30 حبة عارضة، بس 30 منهن اللي ما كدر عطان، من ضمنهن عمل عبد القادر ريس، محمد الأستاذ، عندك من وراء هناك ميت الخيار، القصص. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وكثير من الفنانين اللي هم عايشين في بلادنا ومن هالدار بعد. بارك الله فيك. الله بارك الله فيك. هاي اهداء للدولة مسوينها نحن، منا كلنا للدولة. هاي ان شاء الله تنعرض في بلادنا. ان شاء الله. ان شاء الله. يعلى الله يحفظك. الله مشكورة الاخت عزة. يعلى الله يحفظك يا بالدرويش. تحياتي لك وللأسرة الكريمة. شكرا. بارك شكرا الله فيك. موقع معين الاسبوع اللي خطفيته، هذا رغم 60، هذا البوت رغم 60 جيته الاسبوع اللي خطف، وخدت عنهم اشياء وايدة، او بالاحرى هم عطوني شيء وانا اخذت شيء. الاشياء اللي عندها مميزه تبارك الرحمن، كل بضاعتها اشياء طبيعيه، ما يدخلها اي نوع من الكيميكال. كل الاشياء اللي عندها اشياء طبيعيه، سكراب، كريمات، صابون، شامبو، كل شيء. السلام عليكم. تعالي يا عدالي عدل اسبوع لي خطف. مرحبا. تميتي ترمسين شوي شوي كل ما تسمع حسك. مرحبا الساعي. حالك الله يحفظك. خير الله يسلمك. كيف انت؟ خير الله يعافيك. موز الخيلي. ام سعيد مساك الله بالخير. مساء النور. انا جيتك الاسبوع اللي خطف،
وايد العرب اللي يسأل العرب اللي يسألون قالوا أم سعيد ما شرحت لنا شو المنتجات اللي عندها ومن متى بادي في هالتجارة وكيف وصلت إلى أنها تروم تنجز هالمنتجات المميزة. بديت تقريبا من سنة ونص. نعم. وأول مشاركة اللي كان في مهرجان الرطب. نعم. وانطلب مني كمشاركة في مهرجان الرطب أسوي شيء خاص مميز لمهرجان الرطب اللي هو صابون التمر والدبس. نعم. وين من اللي هو هذا؟ الطاولة الثانية. شو اللي شو الفرق بينه وبين أي صابون ثاني هذا؟ هو فرق إنه شيء مميز إنه هو بصابونة التمر يعني بالتمر مسواي. نعم. هذا المميز فيه. وطبيعي. وطبيعي نعم بزيوت الطبيعية. غير الصابون التمر. عندنا صابون السدر. نعم. والكركم. نعم. واللبان والمر. نعم. واللافندر عندك والحليب الماعز عندك صابونة العسل والقهوة. هذا كله هذا كل إنتاجك أنت؟ هي نعم كل إنتاجي أنا. نعم. هذا كل إنتاجك أنت؟ هي نعم هذا كل إنتاجي أنا. عندك صابونة السدر. نعم. وصابون الكركم وصابونة اللافندر. هذا اللي أنا أخذته من أسبوع اللي خطف. خلص يبقى زيادة تبارك الرحمن. على فكرة أبوي ترى كل هالأنواع هاي مميزة. شوفوا وايد ضروري أن كل إنسان يستعمل نوع معين من الصابون بالأخص الصابون الطبيعي اللي ما فيه أي نوع من الكيماويات أنه يعني يبدل من نوع إلى آخر بين فترة والثانية. هو كل زين يا غير أسب الجسم ما يتعود عليه على نوع معين. شرات الديودرين شرات الأشياء هاي لازم بين فترة والثانية الواحد يغير. فلذلك ما شاء الله الترتيب اللي عندها كله مميز ما في شيء يعني عادي كله مميز وكله زين عليه. السكراب سكراب شو هذا حين؟ عندك المسك سكراب القهوة. وين هذا سكراب شو؟ هذا سكراب القهوة. زين وهذا سكراب نواتي التمر من الطعام. هي نعم. افتح يلا خليج ما بصورت خلاص. سكراب نواه التمر. هي والله وريحه خنينه بعد. عندنا الجل شاور بدينا في الجل شاور بعد. ما شاء الله ما شاء يعني. كريمات الجسم. هذا كل المستخلص من شو هاي الأشياء اللي سويتيها؟ هذه كلها زيوت طبيعية وزبدة الكاكاو والشيا عندك. كل هذا إنتاج شنتي؟ أنا أصنع نعم. أنا اللي أصنع وأنا اللي أسوي نعم. وبترخيص عندك رخصة؟ نعم عندي رخصة تجارية. نعم. والحمد لله وما قصرت بعد ابو محمد من عن الشر. لا والله سويت الاعلان عندنا الحمد لله رب العالمين. اللهم تستاهلين كل خير. وانا ما جيت انا ما جيت الا من عقب ما جتني ردود افعال كثيره من الناس اللي خذوا من عندكم والحمد لله. كل يشكر ترتيبك يا مسعيد كل زين وكل فنان وكل قابل. كان انا المعلومه اللي بغيت ازيدها من قبل ان كل المنتجات ما فيها واحد غير عن الثاني. كله الترتيب اللي عندها صابونهم جلات سكراب كل هذا اشياء زينه. ونحن ابوي من نوع الداعمين لكل البوتات كل المحلات اللي موجوده في محلات اللي موجوده في السوق كله موجود يعني سواء كان اليوم بكره ورا بكره موجودين هني. ومن عقب ابوي ترى ابوي انتاجهم موجود في بيوتهم عندهم خدمة توصيل وكله موجود وبروشرات عندهم. وحين بصور لكم إياهم بحط لكم رقم التواصل والطلب على حسب الرغبة اللي شو يبي يدخل ويستفسر شو اللي موجود ويطلب وبيطلع شو اللي. والتوصيل لجميع أنحاء الدولة. التوصيل عليكم لو عليهم على اللي بيطلب أبوي اللي بيطلب. التوصيل رمزي ما يرزق. هي نعم. توصيل كل الإمارات. كل الإمارات وكل هالأشياء موجود أبوي. كل هالاشياء الخوز يك انت يك ابوي غير نمونه يبون ابوي يد ناعم انت يك وايد عوده نبو ما فوق البعل هذا العوق. ما شاء الله عليك يا ابو سعيد الله يحفظك يطرح لك البركه يطرح لك البركه في سعيد واخوانه. السلام عليك. كيف حالك؟ شو يا ابنك الحين انت هني؟ قول يا ابني لي يا ابنكم. يا مرحبا يا مرحبا بالدكتور. هذا ابوي الستاند او البوت رقم 131. هذا ابوي عندها كل اشياء الشعبيه موجوده عندها من بزرات ودويات
وين من هن دهن الغنم؟ دهن بقر. بالله عليك. هذا دهن غنم. أروينا دهن الغنم. أنت حامتنا؟ إيه. بنيلة. هاي خضرة هي. إيه. هاي دهنة الهوش اللي يطرونها. وهاي البادي دهن بقر. وهاي بزرات. وهاي أقول لك شو بالدخون عندك؟ وهاي دهنة البقر. بعد لا دهنتي دهنتي أنا ما أروم على دهنكم أنتوا غير. الحين أنت ما خبرتيني تبنو. أنا أم مبارك. لا أسمك بالكامل عاد ضروري. لا ضروري لا ما بتقولين. خبحي. والله حاولت أبوي تقول اسمها طلعت والله تخبرني. أم مبارك أم مبارك شو عندكم غير؟ هاي السلال أبوي تبع الدلال. هاي أنا خادم. ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي روح تخدم هنا مبارك يعني الله يمد في اجلس ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ترتيب عندها فنايل ودلال ها مكتب الاسامي اللي يبقى اسمه كتبوه هذا ها كلها العرب كلها كل شيء موجود كل شيء موجود والسراريد بانواع حين والصور وكنيديرات البنيات يعني هدايا ها وتيله وصيصات وهذا انتيلات عليهم ها 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 قمطات ما هذا اللي يربطن كمبه اي والله الحين عاد نسوه كنت نسوه ها كلها قمطات ها اي خويطات يلفوا بالياحه منو اخذنا كنتي؟ لا هاي رايت المحل هذا بعد انت متشاركات حريم هنتين؟ اي هنتين سبحان الله كانت تعرفك تقول لي قبلك عرس وين من هن؟ هاي اللي هناك تعرفني من قبل ما اعرس؟ بييها ما بصور بييك كبري بييك في لندن لا اله الا الله انا بالسبعينات عيال هاي بييك صبري مبارك ساعتك ابرك مبارك مبارك الحين شو الفرق بين الادوات هاي عندكم هالخدمه والخدمه الاوليه شو الفرق بينهن بنتين هن عيل شو اللي يفرق الخياط الاولي ولا الخياط الاولي الاول خيط ببرح ليلها في بيوتن تفصل على تخيط لعيالها وريلها وتخيط لكلها تخيط ريلها لعيالها سبحان الله الحين حيا الحمد لله الحين يزاهب الحمد لله كله من فضل الله وفضل شيوخنا اللهم لك الحمد الحمد لله الله يطول عمرك امين ويحافظك ان شاء الله يطول بعمرك ويرزقكم ان شاء الله ترى الوخيد اللي بيجي السوق وبياخذ شيء هذا عبارة كأنك أنت تدعم أسر منتجة هذا روح أجر وروح هذا مساندة لكل العوائل المنتجة هذا شيء جميل يعني الواحد يؤجر عليه وين جاياتنك من هي على كم أجيام هن هايل اسمي هن اللبست هايل هاي كم ما شاء الله ها هنتين ما شاء الله ها ها شو الحين صوف هاي كم اجيامهن هاي كم اجيامهن كم قيمتهن 2800 لكن والله فنانات كان تبون الصدق هذا ابو موجود عند هذا الرقم ها 129 عندها ابو يميع الوعيان واشار وما ادري شو وعيان من ناكي اشياءها جميله مميزه لكن اظني هاي الاشياء غلايه هاي على كم هاي 650 وايد يا ماي هاي روح 650 انا ابو قماشه 450 من ناكي ما ادري شو والله اشياءها جميله هذا حلو كلن حلوات والله كان تبون الصدق انا يازلي هذا وهذا عادي يعني هذا يازلي اكثر لكن هاي بنتين بعد غاويات ويازلي البسط هاي جولد بليت قولي لي ما شاء الله شو بالله عليك جولد بليت ما مرة ما سمعت جولد بليت اسمه جولد بليت اولنا تقول اولنا جولد بليت من 18 سنة من 18 سنة؟ نعم
18 سنة عنا ما يخترب ولا شيء. ما شاء الله. الله يحفظك. هاي ترى على فكرة هسه ماكو وايد فنان. الصناديق عندها بعد. استخدامه الرسمي الأول في السنين الأولية هذا يسوون اسمه اخدار، اخدار للعروس، اخدار العروس. ما قلت لكم في خيمة شعر ولا عريش، فهذا يكون خدار بين ساتر بين النساء والرجال. الحريم يدور من وراء هذا والريايل من الطرف هذاك، والحريم عاد يجلس ما يرمس صاهل انشرات الحين بلا لا 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 الأول هي يلا يلا اللي هاي العدال هاي تسمع الثانية هذا حينه تحراهن دلالات. الله بالمستعان. يلا مع السلامة. أبوي المحل 126 وعندهم أبوي هالمخاوير اللي تشوفونهن هاي يسمونه مخور بوتولة لسن من سنتين لين بنت 14 و15 هاي يسمونه بوتولة شي أبوي بفصوص وشي بلاي بفصوص وأغلبيته كله قطن، الأغلبية كله قطن وكله فنان وحلو لبس تقليدي وجميل وخفيف وما شي شرات حق البنيات يتبرد. الله يطرح لكم البركة. وهذا أبوي رقم دكانها 126 والدكاكين أبوي كلهن أبوي عندهن البيع عندهن المشترى بضايعهن كلهن مميزة وفنانة على ما تشوفون كل زين وكل فنان. ما بلازم أبوي أنتن تتشرن أنتن حتى أبوي لو تتفرجن الفرجه بلاش أن يازلكن بتاخذن وما ياز ما حبي يدكن على يديكن ويقولكن خذن اللي تبى تاخذ بتاخذ واللي ما تبى عليها الرب حافظ. جب من تحتها هاي ابوي نجمة سهيل. مرحبا بنجمة سهيل. محل لرقم واحد عطورات بكل مختلف الانواع جميع الروايح واللي يبى ابوي يبين. واسمه رقم واحد شو اسمه المكان؟ في دل ممول موجود. موجود ابوي بعد في دل ممول يقوله هالريال ومشاركين ابوي في هالمعرض اسمه براس. محل 134 هذا انتاجهم جفيف وجفران و محل بتعزان ابوي الجماعه عديهم انا في سويسرا قبل 20 سنه هل بالدكان هذا قبل 20 سنه متعارف وياهم في جنيف وسبحان الله يعني من عقب 20 سنه تلاقيت وياهم في هالمهرجان تبارك الرحمن. وهذا انتاجهم سرود مخرافه مشب. السلام عليكم. هاو ار يو ولا كيف حالك احسن؟ بعد ما شاء الله عليها الله يواليكم العافيه. شكرا شكرا جزيلا. من ايش هالمزيونه؟ ما شاء الله. السلام عليك. ايش حالك امنه؟ بخير. كيف انتي؟ اي صف امنه؟ صف بسيرين؟ صف ثالث. ما شاء الله عليك الله يحفظك. صورت لحمه خيب لا اله الا الله ما بصورت وقع وقع. ابوي هذه يدخنون ابوي من عندهم هالعود العود شو؟ شو تاخرين انت شو حاطه في دمك؟ هذا اقول شو العود هذا؟ شو؟ عود بالعنبر ابوي ترها فنان من عند هالمكان ما ادري عاد وين اي منهن ولا وحده ابوي طاعه ترمس ماكلات مسكت. الاول يوم نحن صغار في مدينه زايد ريال جميل عيونه خضر عيونه خضر وشعره اشقر واسمه موسان القبيسي جميل جميل الى ابعد الحدود. هذا ولده قال لي انا ولد موسى. منو اجمل انا ولا؟ يقول لي والله انا شو قلت لي اسمك توا؟ عبد الله موسى. قال لي اسمي عبد الله موسى. ويبى يستوي مشهور. قلت له انا بحياتي ما سمعت حد اسمه عبد الله موسى القبيسي. قال لي انا ابوي الاول يمدحونه يقولون وايد فنان. قلت له الحين اللي زينه يوجف الماشي يسمونه موسى. قال عندك ترى هذا ابوي الاول ابوي ابوك ما حد يعرف اسم موسى. يذكرونه موسى الحلو. يعني الحين بقادي مشهور خلاص؟ يلا اشكرك. أبوك, أنا... ابوك موسى لازم تغادي مشهور. اشكرك. نعم. علو علو طيبة شحال؟ مرحبا مرحبا شو اسمك؟ عليك فريح. فريح وانت؟ حميد. والله والنعم. تعال وانت شو اسمك؟ خلفان خالد خلفان حلو بادي خلفان خالد خلفان حميد فريح القبيسي. بعد مرة؟ ها خلفان خالد خلفان حميد فريح القبيسي. ما شاء الله. وانت؟ انا فريح فهد فريح
محمد فريح القبيسي. ما شاء الله. انت حميد خالد خلفان حميد فريح القبيسي. وهذا الفنان محمد عبد الله محمد خلفان دليم كلامي. ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظكم. امي امك تتابعني انا؟ ايه؟ وابوك ما يتابعني؟ ابوي بعد. ايش هو زيقتني؟ متى صورت وياك انا؟ لا متى مسلم معاك انا. متى؟ يوم هني. ما قلت لي، شو اسمك انت؟ راشد سعيد محمد سعيد حميد بن قوم المنصوري. لا مرة ثانية؟ راشد سعيد محمد سعيد حميد بن قوم المنصوري. أنا ما أسمعك تصاصر عمرك. راشد سعيد محمد سعيد حميد بن قوم المنصوري. والله مليون والنعم. النعم بحالك. شو اسمك مرة آخر مرة؟ راشد سعيد محمد سعيد حميد بن قوم المنصوري. والله والنعم. وهالرجال شو اسمه؟ سلام مبارك يا رجل. المنصوري. مليار والنعم. الله. وهذا الزين شو اسمك انت؟ علي احمد رشقال المنصوري. ما شاء الله ما شاء الله. انت سالم راشد سلطان غالب المنصوري. وهل فنان محمد بن سعيد بن قوم المنصوري. والله مليون والنعم. ابو محمد مرحبا. كيف الحال؟ مرحبا. بن عيسى الفلاحي. مرحبا استاذ. كيف حالك؟ الله يسلمك. يقولون انت ابوي وراء الكواليس. الله يطول عمرك. احنا في خدمتكم ان شاء الله. لا خلينا منك. لا خلينا منك ريحة الطيبين. الله يسلمك. شكرا على هالمجهود الكبير. العفو. العفو. هذا اللي انتم تقومون به خاصة انتم اللي وراء الكواليس. العفو. ما شاء الله عليكم. كل في خدمتكم. لا خلينا منك. كل شيء مرتب وكل شيء زين. الحمد لله. وكل شيء من اروع ما يكون. السنة زد عند كل سنة. الحمد لله. كل سنة زين يا غير السنة عاد زود. ان شاء الله انه كل سنة احسن من سنة. ان شاء الله. ونحن ما نقصر ان شاء الله. ان شاء الله ابدا ما يمنكم القصور. يعطيك العافية. الله يحفظكم توافي. لا خلينا منك. الله يحفظكم. هذا وقت انتهاء الفعالية الساعة 10. الساعة 10 خمس ساعات متواصلة. خمس ساعات من الساعة 5 العصر لين 5 لين 10 في الليل. ما شاء الله حضور جماهيري كثيف كثيف للغاية. الله يزيد ويبارك. والف مرحب يا ابو الوليد. الف مرحب يا ابو الوليد. مرحبا في عالي القمة. مرحبا في عالي القمة. والله انه هو محضرين لكن لو محضرين فيه يعلك تسلى. انا نسوي شيء بعد يعلك تسلى. يعلني ما ذوق حزرك. حياتي لك. الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليك. ايش حالك؟ كيف انت؟ الله يبارك فيك. حصلت عبد الله. ايش عبد الله؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا تصبحون على خير. مع السلامة. ترتيب تحرى عرس. شفتوا يوم الأول عراس الشيوخ؟ هذا أبوي من عراس الشيوخ. عبارة عرس الشيوخ. هذا يوم يقولك عرس الشيوخ الأول عرس الشيوخ الأول. هالنمون يسوي عرس الشيوخ. ليتات ونشور وبنادير والطباخ والنفاخ والعالم تغدي الدنيا تنغش تنغش من الوادم. من كل انواع الوادم اطوال وقصار ومتان وضعاف ومدربحين وشيء حد من الفجيره ومن دبي وراس الخيب كلهم ابوي ابو ظبي والعين ومقيوين وراس كلهم وعيمان والشارجه كلهم يتجمعون يوم يستوي عرس الشيوخ فيستوي شيء تستوي شيء مناسب كبير مثل مهرجان هذا الحين تشوفون مهرجان ليوه عباره عرس عرسك انت يا هالدار المبروكه هذا عرس ليوه عرس ليوه يعلى الله يرضى شوفوا بالله عليكم ها هناك وين تونا ظاهرين شوفوا ليوه ما زينه غادي ليوه غادي ابويا يتبهلل 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 ها شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن مهرجان 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 غير نمونه اقول لكم في السنين الاوليه سنين الاول ممكن في الثمانينات كنت أسير بيت الوح في المنامة في دبي يسمونه علوخة نافس حي ولا ميت الله أعلم به يجيهم واحد يسمونه عبود مهرجان عبود مهرجان هذا حي ميت بالله عليكم خبروني ليه لحقتوا عليه هل إنه حي ولا ميت حد يرد علينا الخبر ربيع قوم علوخة نافس في المنامة بيتهم عدال عبود لباني وعندهم واحد يسمونه مهرجان هذا حي لو مات حد يرد علينا الأخبار زين ابوي خلصنا الحين من المهرجان وعقينا ثيابنا عقينا سفرنا وعقلنا وحين جايين الله يحضرنا من الفندق وجايين مسيرين على فله رقم واحد فله رقم واحد متيامعه فيها هلب السيايرها كلهم ابوي متيامعه في فله رقم واحد فله
يوم عبيد مدير المهرجان اللي مرتب المهرجان يعني. والعرب ابوي كلها يتجمع عنده الاداريين والضيوف يعني ميلس تتجمع امه لا اله الا الله كلهم على العشاء ما يتم حد ابوي الضيفان كلهم يجون يعني عندهم العشاء والعشاء ما شاء الله ما لذ وطاب اللهم لك الحمد. ابوكم لهم كلهم كمبنية مستحيل تلقى طنعال عاديه كلهم من عول الطيبات كلهم ابوي من عول الطيبات ما تلقى طنعال عاديه ما شاء الله عليهم جماعة والله مليون والنعم وهالرجال عدالك والله مليون والنعم وهذاك الرجال موسى وليت موسى بن احمد وهذا سعيد بن خلفان نعم وهذا الشاب الفنان هذا اللي علبه ما اعرفه لكن هذاك ولد عبيد اللي هناك الغدري ابو سفره هي ولد عبيد وهذا الفنان من والله هذا اخو عبيد بعد اخو عبيد اخو عبيد نعم وهذاك هذاك اللي حاس وجهه ترى صوبنا خلنا نشوف وجهك يا سلام يا سلام هذا ضيف عليك والنعم بالضيف وهذا ابوي هذا صديقك اللي علي هذا مدير اعمالي مهندس منهل وهذا الشاعر هذا خبرنا. احمد بن هيا بعد نعم هذا صديقي احمد بن هيا نزيل وعداله هذا الرجال ما اعرفه ضيف والله مليون والنعم وهذا عبد الله الكربي والله والنعم ان شاء الله وهذا المجهوي وهذا وراك ريال بعد هني ها واحد رهيني هذا عبيد اخو سعيد مرحبا هذا ابوي مدير المهرجان الكبرى زبرا يبدو السفره اليوم مباشر بسفره تعنب عنب الناس اللي بو لو بعك ما على راسك شعر برايك تصور ما شاء الله عليك فنان هذا ابوي الريال اخو هذا الريال اخو سعيد هذا سعيد وهذا عبيد هذا عبيد اخو سعيد الله وياك ابو محمد وجهك ابيض الله يحفظك يا الله يا الله يا الله شيء خيال باكر 20 سبحان الله بكره عندنا نخبه الظفره من دبي نعم ما في حيله هذا سكر مصر سكر مصر بس ما ذقت انت لا انا ذقت هذا عسيل هذا عسيل يا اخي شبيه ام الدهن قريب عليه وقريب على الجش الثاني هذا هي والله سبحان الله شكر ريج هذا هذا شكر ريج هذا شكر هذا هل بسر زي الله شعري نعم عندي بنيه اليوم راح حتى التفطير قلت لها واحده قالت شكر ريج عبد الله بن ثاني المطروشي احد اكثر رواد المهرجانات مواظبه على الحضور مساء الخير ابو محمد مرحبا بك وسهلا الله يسلمك طبعا نحن نشكر حكومتنا على اقامه المهرجانات الدوريه في على مستوى الدوله شو الاستفاده وبالاخص مهرجان ليوة للرطب نعم مهرجان ليوة للرطب رفع مستوى ثقافه العنايه بالنخله في دوله الامارات نعم. انا اعتبره من 10% الى 90% سبحان الله الناس قاموا يعرفون يعتنون بالنخله نعم عرفوا يطلعون منتجات مميزه نعم. خاليه من الامراض خاليه من الكيماويات دخلوا انواع جديده الناس قامت تنظر الى مهرجان ليوة للرطب نعم. نظره مختلفه عن كل المهرجانات اصبح من المهرجانات الاساسيه في الدوله نعم. انا في الواقع مواظب عليه من كل سنه اي واشوف شيء جديد ناس اكثر شركات اكثر الناس تحس انها منفعله بطريقه الناس متفاعله في المهرجان بطريقه عجيبه الحين يوم تسال واحد عن العنايه بالنخله تحس بفاهم في طريقة التسميد في طريقة الرش في طريقة التنبيت في طريقة العناية فهذا هذا نتاج شو ثقافة المهرجان نعم المهرجان نعم. طال عمرك والمقارنات الحين أنا كيف أعرف أن مثلا النخلي أفضل عن نخل فلان من خلال المقارنات نعم. بس أقارن إنتاجي أنا غير عن إنتاج هذا مختلف فبتخبره بقول لي شو السبب اللي خلى مثلا هذا الرطب وصل الى هذه المرحله فالنقاشات بين المزارعين نعم. تولد ثقافه جدا ممتازه افضل عن التعليم سبحان الله طبعا الحين الانسان يعني تجربه والنظر الناس طال عمرك نحن هني عندنا ربعنا نعم. اذكياء حقيقه يعني بس المهرجانات انت خلقت بيئه جمعتهم طال عمرك خليتهم يتناقشون بعضهم ما بعض هي قبل كل واحد في مزرعته اما المهرجان ملتقى سنوي ناجح بكل ما تعنيه الكلمه من معنى عبد الله بن ثاني المطروشي الاول نحن دارين الخنيزي خصاب بومعان يبري انغال عيون عين بقر هي الحين في اصناف واشياء حصلت نحن ما نعرفها قبل صحيح نحن طال عمرك اول
نعرف عن النغال. النغال مثلا النغال نوع واحد، النغال الحين نوعين، النوع العادي الصغير والنوع الصراري هذا، والخنيزي والبرحي والخلاص والشيشي ونبتة سيف، كل الأنواع الحين ما شاء الله من الجزيرة العربية تجمعت عندنا هني في ليوة. نعم. صار ليوة مثل ما تقول مزار لمعرفة لمناقشة أمور النخلة. سبحان الله. الحمد لله. أنا صراحة عن نفسي أنا مستفيد، أنا حقيقة هاوي نباتات ومختص في النباتات البرية. نعم. أنا مختص في نباتات الإمارات البرية. نعم ما شاء الله. نعم. بس أحب أزور مهرجان ليوة للرطب على أساس أني بعد أستفيد في العناية بشكل عام بالنباتات. بس الحمد لله ما شاء الله، يعني في الحمد لله مثل ما قلت لك في نقلة نوعية صارت في العناية في النخلة. المواطن صار يعرف يعتني في النخلة، يعرف كيف ينبت، يعرف ينتج منتجات متميزة. نعم. أنا حين ما تهمني الكمية، قبل في السابق يخلون 20 عذج مثلا على النخلة وخلوا لك النخل تقول طيب كبرت زيتون ما يصير. يعني أنا طال عمرك الناس الحين بدأت تراها تبى النوع ما تبى الكم. لا الناس تبى الحين بدأت تستمتع، تبى تزامط، هي يلا تبى تهدي. فلازم طال عمرك النخل أو الرطب الإنتاج يكون مميز. نعم. فنحن الحمد لله أو حكومة أبوظبي جزاهم الله خير رفعوا مستوى الثقافة عند المواطنين. نعم. وتحقق الهدف. أنا اليوم شفت اليوم في شيء زياغ مزينة 15 زياغ. نعم. أنا يعني في حياتي ما شفت ما شاء الله رطب. لا وأنت لما تشوف الرطب تقول هذا مثلا مرشوش كيماوي أو مسمود. لا لما ناقشنا وسألنا المواطنين قالوا لا نحن ما نعطيه إلا أسمدة عضوية. أسمدة عضوية وعندنا تقنيات في عملية تقليل كمية العذوج. إيه. وفي من تفريد ومن خف. نعم. ومن حتى العذج نفسه. إيه نعم. الشراميخ هاي يخفون ما بينها. إيه يخفون نعم. على أساس إن المخلط تنفس. إيه تدري نعم. تدري أنت إذا ما خفيت من العذوج صابها مرض هذا العناكب. نعم. إيه لأنه ما تتهوى. هاي التقنيات كنا ما نعرفها نحن. إيه والله. إيه فشوف رش الأول عين صابت عين وحين عين وين العين؟ قلت عناية. قلت عناية طال عمرك. ثقافة. نحن طال عمرك إذا ما علمت الشخص ما عرف. نعم أكيد. هي نعم. وأنت مثل ما قلت لي قبل شوي كنا نتناقش وياك عدد النخيل كان في الدولة قليل. نعم. أنت تتكلم عن فوق 30 مليون. سبحان الله. نحن طال عمرك ننافس المملكة العربية السعودية. سبحان الله. نعم. ونوعية النخيل عندنا يمكن فوق 30 نوع. الله ملك. فهذا طال عمرك هذا يحسب على حكومتنا طال عمرك. اللهم لك الحمد. ثقافتنا وزودت المزارعين بكل شيء على أساس أن يطلع المنتج. مين حكومة حطت جوائز وحوافز وحقيقة جوائز مغرية على أساس أن تشجع المواطنين. لو كانت حتى قيمة مثلا سلة الفواكه أو سلة هذا ما تسوى هذه الجائزة. بس لا هم يبون يوصلون هدف أن أنت نحن بنعطيك هذه الجائزة تكريم لك لجهودك. نعم. لجهودك مبلغ قيمة الفواكه. اي نعم. لجهودك وتعبك لأن هذا طال عمرك نتاج شو نتاج سنة كاملة. اي نعم. نتاج سنة. تعب سنة. تعب كامل. فأنت بيحفزك في السنة الجاية. اي نعم. تطلع منتجات جديدة. نعم. منتجات متميزة وبتعلم أخوك وبتعلم ابن عمك. والصاحب والصديق. والصاحب والصديق وفي شو بيكون طال عمرك أنت حققت الهدف. ونشرت ثقافة. أيوة هذا أكبر هدف وأهم هدف لحكومة أبوظبي أن تنشر ثقافة العناية بالنباتات. عبد الله بن ثاني المطروسي. نعم. يا مرحبا محمد. عندي خبر انك عندك محميه. هنا الحين على الهواء مباشره. نعم. دق صدرك وقول ترياك يا ابو محمد اديني المحميه. انا طال عمرك ادعوك هذا اليوم. نعم. انك تشرفني في محميتي في منطقه المرموم. نعم. على اساس ان اعرفك واعرف المواطنين المتابعين لك بالنباتات الجميلة عندنا في دولة الإمارات. عندنا نحن نباتات جميلة يقدر عددها ب700 نوع. ما شاء. تدري هاي ما حد يعرفها. نحن أنا صراحة بذلت جهد في ال5 سنين اللي طافت أوثق أساميهن المحلية مالنا. نعم. نعم. والأسامي العلمية ونصورهن وعملت حساب سميته UAE Plants. ما شاء الله. UAE Plants مرجع للنباتات الإمارات البرية في دولة الإمارات. فهذا مرجع متاح للكل اللي يبي يتعلم اللي يبي بذور اللي يبقى حتى نزرع له في محميته. نحن مستعدين. جزاك الله. نعم نحن مستعدين نزرع للكل. والهدف شو؟ الهدف أني أثقف. طبعا هدفنا أن نثقف المواطنين بنباتات الإمارات الجميلة. نعم. في الواقع والتنوع. المحمية كم مساحتها؟ والله كبيرة مساحتها تقريبا كم؟ 1 مليون قدم مربع. ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي طال عمرك في نحن
طالع عطينا يا شيوخ نعم. على اساس نعلم الناس النباتات البريه ومفتوحه في الموسم ان شاء الله من شهر اكتوبر نعم. بنعلم الجماعه وبنعلم المواطنين اللي يبي يزورنا اللي يبي يشوف اللي يبي يصور اللي يبي ياخذ غصون زراعه نحن مستعدين متاح الخط مباح نعم نحن في وقت معين من شهر 10 ان شاء الله بنعلن عن الزياره ان شاء الله بارك الله في ان شاء الله عبد الله بن ثاني المطروسي شو مدى رضاك عن المهرجان السنه المهرجان طال عمرك كل سنه من تطور الى تطور افضل اللهم لك اي نعم من خلال الويوه من خلال الناس اللي يزورونا نعم. من خلال الجنسيات اللي يجونا مو بالا المواطنين نحن نعم. كان في السابق نتحرى بس المواطنين الرجال والحريم يزورون لا انا حين اشوف حتى مجموعه تنوع ناس اجانب يجون يشوفون المهرجان لان الكل كل سكان دوله الامارات يبون يستمتعون بهذا الحدث نعم. المميز حدث مميز يعني انا اقيم مهرجان ليو للرطب يعني اعلى مستوى عندنا في الدوله نحن من نعم. من خلال المهرجانات التثقيفيه هذا مهرجان مش تجاري مهرجان نعم. تعليمي تثقيفي نعم. الحمد لله الحكومه نجحت في ان توصل المهرجان هاي السنه الى الاهداف المرجوه اللهم لك الحمد تفضل ابو محمد حضورك السنه لمهرجان ليو للرطب حقيقة يعني عطى المهرجان بما أنه حلو أعطاه طعم أجمل يا سلام أي نعم لأن أنت طال عمرك من خلال متابعينك وصلت رسالة للناس اللي ما يقدرون يوصلون إلى مهرجان لي ولا الرب صرت جزاك الله خير جزاك الله الجنة تحياتي لك وللإخوان وفريجك رد السلام على دبي وما حاش حوشة الله يسلمك جزاك الله خير مشكور يا طويل العمر